وبختام حلقتنا اللي اكيد رح نحكي عن الخط العربي اللي تطور عبر الزمن لحتى يزيد من الجاذبيه، هو طبعا عنوان الحضاره والتقدم بكل مناحي الحياه. وبمناسبه المولد النبوي الكريم رح يوم بطاقات معايده عديده بخطوط وعبارات مميزه رح نكتبها سوا مع الاستاذ ادهم فادي الجعفري مدرس ماده الخط في معهد دمشق. صباح الخير استاذ. صباح الخير. كل عام وانت بخير يا رب. كل عام وانتم بخير. اهلا وسهلا فيك استاذ. بالبدايه يعني دائما بطاقات التهنئه بعيد المولد النبوي بتكون مزينه بالخط العربي. خلينا نحكي هيك عن يمكن ابرز انواع الخطوط يلي تناسب عيد المولد النبوي. نعم. اول شيء صباح الخير. صباح الخيرات وانتم بخير ان شاء الله. بالنسبه للمعايدات في عيد المولد النبوي الان كانت في عباره عن بطاقات مطبوعه، الان صارت عباره عن بوستات، يعني ان كان تتناقل عن طريق الفيسبوك او الواتساب. هذه المعايدات يعني تنتشر بين الناس، وكل ما كانت اجمل اول شيء انتقاء العباره فيها، عبارتها مهمه تكون انه يعني عباره جميله في المعايده، هي حديث شريف، هي ايه قرانيه مثلا، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وانك لعلى خلق عظيم، على النبي اللهم صل عليه، وممكن كمان اسم النبي اللهم صل عليه مع مدح له ايضا، وتكون مزينه بالخطوط، يعني اما مثلا خط ثلث او خط الديواني او خط الديواني الجلي، يعني خطوط فيها حركه فيها جماليه تكون في هذه العبارات. خلينا نتعرف من حضرتك استاذ على ابرز الخطوط، يمكن اكثر الخطوط اللي حضرتك بتحب تكتب فيها عبارات التهنئه كوضوح، لانه فيها عبارات مثلا او انواع من الخطوط بيكون فيها زينه يعني لازم ندقق فيها كثير حتى نقرا العباره، فخلينا نعرف اليوم ابرز الخطوط اللي بتحب حضرتك تكتب فيها العبارات. هلا كل عباره وكل مناسبه الى يعني خطه اللي يعني وظيفته بتاديها، يعني مثلا ممكن كلمة محمد صلى الله عليه وسلم بخط الثلث تجي، تمام؟ ومثلا حولها تكون كتابة بخط آخر، رح ناخذ مثال نحن نكون عملي بهذا الشكل. نعم. هلا هون عندنا كلمة المحمدية بخط الثلث، وأيضا من يعني لطائف الخط إنه كلمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى تكوين خاص في خط الثلث، إلى تكوين ودراسة خاصة ككتلة. الميم مع الحاء ونزول الميم ثم الدال بهذا الشكل. نعم. وايضا ترافق الخطوط الزخارف. فهون ال بخط الثلث المحمديه يعني هي مميزه جدا، وايضا لاحظوا انه تناسب الدائره، يعني فيها جماليه عاليه. الان سنتكلم عن شيء اخر جميل الخطاطين دائما بيتبعوه، وهو الحليه الشريفه. يعني نحن دائما اذا كان بنحب انسان فممكن نحن نعلق صورته، ما هيك مزبوط؟ فهي صوره النبي اللهم صل عليه كوصف، يعني وصف سيدنا علي للنبي اللهم صل عليه، تعرف عليها الخطاطين في كتابه الحليه الشريفه، هي اسمها الحليه الشريفه، فيها بتكون بهذا الشكل، يعني بدا فيها الخطاط الحافظ عثمان قبل حوالي 400 سنه، والخطاطين اتبعوا على هي على هذا المنهج ويكتبون الحليات بشكل كبير. الان هي هون عندنا بالدائره وصف النبي الخلقي، شكل النبي اللهم صل عليه. كان اذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن بالطويل الممغط ولا بقصير المتردد، كان ربعه من القوم من القول عفوا ربعه من القوم، ولم يكن بالجعد القطاط ولا بالصبط. صفه النبي اللهم صل عليه، وصفه الشكل يعني. وبعدين الايه: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. يعني النبي اللهم صل عليه اجى رحمه مو بس للبشر، لكل الكائنات. نعم. والقسم الاخر بيكون وصفه الخلقي، تمام؟ اجود الناس صدرا واصدقهم لهجه والينهم عريكه واكرمهم عشيره، من راه بديهه هابه ومن خلطه معرفه احبهم، يقول ناعته سيدنا علي: لم ارى قبله ولا بعده مثله. فهي الحليه ايضا تكون باحجام مختلفه، في حليات تكون ضخمه يعني مثلا ارتفاع مترين تقريبا، في حليات تكون صغيره بهالحجم او اكبر شوي، فحسب المكان المناسب تعلق، ولها تطور الان في هذا العصر ايضا، نفس النص نفسه لكن يتطور.
فهذا نوع ايضا من انواع هذا التطور استاذ بالخطوط. ممكن عالم تعترض عليه تلاعب بهويه الخط العربي بانواع الخط او ممكن الناس تتقبله وتلاقي فيه شيء جميل من التجديد. كيف تتعاملوا مع التجديد؟ نحن بالنسبه للتجديد طبعا باي علم من العلوم التجديد لازم يكون للافضل. كل يعني متطفل على هذا العلم ويطور الى الاقل هذا غير مقبول، والخط نفس الشيء. فبالخط التطور الايجابي يعني محبب لكل الناس وبيفهموا كل الناس، خاصة اللي عندهم ثقافة فنية عندهم ثقافة لغوية بيفهموا هذا التطور. أما التطور إلى الوراء هذا غير مقبول، حتى الناس يعني بينتقدوه. تمام. أما التطور للأجمل كل الناس بتحبه وبتقول والله شيء جديد شيء جميل يعني. نعم. والخط دائما يعني الخط عنصر حي دائما يتطور، يعني يواكب الحضارة يواكب كل التطورات ويرتقي، والان يعني نحن في حاله ارتقاء بالنسبه للخط. ايضا نتكلم عن شيء اخر جميل وهو استخدام الاحاديث الشريفه في اللوحات، يعني التنويه الى كتابه حديث معين بخط، مثلا هون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخط الثلث وتحت منا النص بخط النسخ. فينا نرفق اوكي خلص تمام. لا تمام اوكي اي نعم. دائما يعني حتى يعني الاضاءه على المعاني الاحاديث الشريفه من خلال اللوحات، يعني انا بدي اوصل مثلا هذا الحديث لناس كثير فممكن اكتبه بخط جميل، ممكن اكتبه بعباره هيك لطيفه مع يعني اخراج جميل للزخارف للاطارات بهذا الشكل. ايضا هون كمان حديث آخر مكتوب بطريقة جميلة. تمام. أيضا يعني الأحاديث بهذا الشكل ممكن تكون في كلوحات معلقة أو تكون يعني ككتاب مثل هون، يعني مثلا كمتتابعة كتسمى درج. شو أنواع الخطوط اللي بفضلها الناس أكثر وبيطلبوها من حضرتك أكثر؟ هلا بالنسبه للخطوط نحن الخطوط اللي مشهوره الان المشهوره سبعه، في غيرها لكن المشهوره سبعه. خط الرقعه هو خط الكتابه اليوميه، خط الديواني، خط الديواني الجلي، الديواني خط لين وواضح. نعم لين واضح. طبعا الخطوط كلها فيها وضوح لكن بعضها يقدم الجماليه على الوضوح فبيكون فيها بعض التداخل. ديواني، ديواني جلي، خط التعليق الفارسي، خط النسخ وهو اشهر الخطوط حتى يعني خطوط الكمبيوتر الان الكتب من خط النسخ. نعم. خط الثلث هو الخط الجليل اللي فيه تداخل وفي بهذا الشكل، وخط الكوفي هو الخط الهندسي. وكل الخطوط مستخدمه يعني باللوحات كل الخطوط مستخدمه. ايضا عندنا هنا لوحه جميله، طبعا هذا خط الثلث. وايضا تحت ان ملت يا ريح الصبا يوما الى ارض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحتام. يعني أيضا اللوحات فيها يعني خطاب للنبي اللهم صل عليه، تقرب منه تحبب إليه يعني من خلال الأشعار من خلال العبارات من خلال الآيات، هذه الكتابات الجميلة التي نشاهدها. أكيد. الآن نحن أيضا أخذنا بداية لوحة بدأت فيها محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي، هذا ديواني جلي الأعلى ديواني جلي، والأسفل هون ديواني لحتمم أنا هذه الكتابة طبعا بخط الديواني. محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي. طبعا هذا الشعر من القصيدة المحمدية. طبعا الكتابه هون اخذ تناسب مع المحمديه على قوس بهالشكل، خير من يمشي.
ايضا تشكيل خيره فهي بهذا الشكل يعني كلوحه يعني جميله ايضا يعني ممكن هي طبعا البوستات بهالشكل يعني هي تصور بعدين تهدى من خلال العبارات ان كان على الواتساب او على مواقع التواصل ويكتب العبارات الاضافيه مع تعليقات وهذه الاشياء نعم فالخط يعني علاقه الخط في المولد علاقه وطيده و دائما تواصل الخطاط مع هذه المناسبه تواصل عظيم حتى يعني مو مجرد فقط في المولد دائما الخطاط يكتب العبارات الاشعار في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ممكن حتى الاشخاص يكون عندهم عبارات محببه بهذا اليوم طبعاً. المبارك يطلبوها من حضرتك وتتحول للوحات اكيد يعني في كثير من الاقارب الاصدقاء بيطلبوا مثلا عباره معينه ممكن تكتب لي العباره انا بدي عايد فيها ان كان في عيد المولد او في الاعياد الثانيه والله انا حابب انه هي العباره فهو بياخذها وبيصير بيتواصل مع الناس بيهديها للناس لسه في العالم بتحب هاي الخطوط العربيه لسه العالم بتحب في اقبال عليها عم بتشوف والله الخط العربي له سحر خاص انا ما بحياتي ما وجدت شخص شاف الخط الا حب الخط يعني ان كان عربي ولا اعجم حتى في يعني معارض نحن خارجين نشارك فيها يعني يشاهدون الحرف العربي كثير يعجبون فيه خاصه يعني بيكونوا هن عندهم ذائقه فنيه بيكون معرض فني ناحيه تصوير ضوئي او تصوير زيتي او يعني نعم. بهالشكل يعني بيتفاعلوا مع الخط نعم. وهذا الحرف الجميل نعم. نعم يعني بدنا نشكرك كثير شكرا كثير لك وينعاد عليك بألف خير وعلى كل احبابك شكرا كثير شكرا لك وينعاد عليك بكل خير.